البنات صباح الخير عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير، تكون صحتكم غايه وتكونوا لبس عليكم. راني نايضه بكري اليوم، عندي خدمه في دار الشباب بالولادي بمناسبه 11 ديسمبر ومظاهرات 11 ديسمبر، ودلنا حاجه خفيفه، عطينا غير لمحه لي زاديرون اللي عندنا، عطيناهم لمحه حول مظاهرات 11 ديسمبر، درنا حاجه خفيفه. جيت نقول لكم صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين. واليوم غادي نديرو فلوغ خفيف شدنا في هذا النهار، وجيت نطلع عليكم هكا نوريكم شنو غادي نلبس. غادي نلبس هذا التريكو صباح البرد شويه، غادي نلبس هذا السروال، السروال نوار حاجه خفيفه، غادي نلبس وغادي ندير مع هذا الخمار برونا، وغادي ندير هذا الساك، هذا الساك تاع برادا تاعي، وغادي ندير وغادي نلبس هذا المونطو باسكو البرد شويه الصباح، غادي نلبس هذا المونطو تاعي تاع الفيوي، وغادي ندير حشاكم وحشا قدركم هادو لي بوت، هادو لي بوت برونا على حساب الخيمه. اذا بسم الله وعلى بركه الله نبدا النهار تاعي معاكم ان شاء الله في هذا الفلوغ الخفيف، وان شاء الله ينال اعجابكم، ونخليكم ونقول لكم تهلاو في رواحكم. قال لي ما على بالكش غادي يسكر، قال لي تيقول راجع، قلت له تيقول راجع، حنا شنو نديرو؟
قال لي ما غاديش تجيب له. قال لي لا عندك ما تجيب. قال لي غدوا كولون كاع راهم في اليمين خدامين تاعهم. بيجو الساحه هذه هنا تاع 9 ديسمبر يتكلموا بلاجيري فرونسي. وحنا ما باغيينهمش يتكلموا لاجيري فرونسي. وخص كل الجيش اللي يقول ما يلقاش لاجيري فرونسي يلقى جزائر. طيب حنا كي غادي نديرو؟ لمينا دوك الصغار وهما راحوا قالوا لي دبر راسك. انا لميت اللعاب هذوك قلت غدوا يجيبوا الرجال وخصو يطلعوا كلشي اللي عنده شي حبيبه صاحبه هذا نطلعوا كولون غادي يجيبوا الخدام. انا حضرت الجمعه في تكمله الرايه الجزائري على كل حال خيطها هذا مرحوم وجمع يوقع تحيه حتى ابو الاستقلال خيطها هو وسلمها لنا ردات الاعلام اوامر تمدوا التي بالنسبه فيها كانوا مكتوبين الجزائر الجزائريه تحيا الجزائر هذه كانت فيها الجزائر الجزائريه ماشي في الساحه ولكن او في الواقع وفي صباح الغد خرج المعبرون